اللقب الرسمي لكيم إيل سونغ هو الرئيس الأبدي، رغم أنه مات سنة 94. أريد له أن يكون معبوداً. ما تزال موجودة في العالم آفة عبادة الفرد. بالتماثيل والصور وبالحضور المستمر عبر الضخ الإعلامي، أنا معي الملايين، يفرض بعض الزعماء وجوداً وهمياً لذواتهم على شعوبهم. أوصلت الآلة الإعلامية لهتلر الألمان إلى الاعتقاد بأن زعيمهم معصوم، أصبح معبوداً وقادهم إلى الخراب. وكيم إيل سونغ قاد بلده إلى المجاعة. قد يظن أن تمجيد الفرد لدرجة التحنيط عامل في توحيد الأمة، ولكن التمجيد الإجباري يعطل العقل النقدي ويجعل المرأة أسيراً لسيرة تم تشذيبها على يد مؤرخين كاذبين. لن تكون سيادة في مصر إلا لشعب مصر. يكون الزعيم مخلصاً، لكن تمجيده يخفي عن الشعب أخطاءً جسيمة في حكمه. لا تسقط الغصن الأخضر. ويكون الزعيم رائداً وطنياً، ولكن النظر إليه على أنه المخلص يجعل الناس يعيشون وهم أنه سيخلصهم فعلاً. من أنتم؟ دقت ساعة العمل. ويكون الزعيم عارض أزياء، وبالتمجيد الكاذب يسيطر على البلاد. لا يكفي أن يتواضع الزعيم ويقول أنا بشر مثلكم، الأمثل أن يثبت ذلك بجعل مدة سكناه في كرسيه محدودة. حق للإنسان ألا يجبر على عبادة الفرد. عبادة الفرد عبودية.